الحمد بعد حكم المحكمة الدستورية، وهذا الحكم في الحقيقة أنا أعتقد أنه يسطر بكلمات من ذهب، وهو يمثل إرادة أغلبية الشعب الكويتي، وكذلك يمثل إرادة صاحب السمو في مرسوم الضرورة. وبعد إبطال المجلس السابق نتيجة الإجراءات الدستورية، أنا أعتقد اليوم المشاركة في الانتخابات سواء ترشيحا أو انتخابا أصبحت ضرورة، وأصبح واجب وطني ودستوري كذلك على كل أهل الكويت في هذه المرحلة. اليوم مشاركتنا في هذه الانتخابات تنبع من مسؤوليتنا تجاه وطننا وتجاه أهلنا في الكويت، وخاصة في هذا الصراع السياسي اللي البلد أصبحت فيه من سنوات عديدة، وبعد حل 6 مجالس وتغيير حكومات وأبطال مجالس كذلك، إلا أن اليوم الدور علينا أن نشارك بهذه الانتخابات ونبذل الجهد والاجتهاد لكي تتآلف وتتكاتف أيدي أهل الكويت وشعب الكويت جميعا لمصلحة الكويت، وأن نلتفت للخلف ونستمر في مسيرتنا إلى مستقبل أفضل لتحقيق رغبات أهل الكويت. والكل يعلم اليوم في ظل هذه الظروف الإقليمية اللي تشهدها المنطقة، والكويت ليست بعيدة عن هذه الظروف الإقليمية، أنا أعتقد أن اليوم حتى من هم يريدون مقاطعة الانتخابات، وهذا رأي يحترمون عليه، ولكن الكويت اليوم بحاجتنا جميعا أن نتكاتف لمصلحتنا جميعا. اليوم هذه المقاطعة وهذا التأزيم وهذا الاحتقان السياسي يدفع ثمنه أهل الكويت ومستقبل الكويت. وهنا نداء من أخ محب للجميع سواء مرشحين أو ناخبين، أن نتضافر ونتكاتف جميعا لمصلحة بلدنا، وأن نرمي ما هو من أسباب خلافنا وراء أظهرنا، ونلتفت إلى مصالح الكويت وأهل الكويت جميعا. وأتمنى التوفيق لجميع من هم ترشحوا، وكذلك التوفيق للجميع في هذه المسيرة وهذا العرس الديمقراطي اللي نتمنى أن ينجح ويتكلل بمجلس يحقق طموح الشعب الكويتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كيف ترى يعني بعد عودة تحسين الصوت الواحد وعودة بعض المقاطعين، كيف ترى ملامح المجلس القادم؟ يعني هل من يغلب عليه؟ يعني مقارنة بالمجلس السابق؟ للأمانة يعني ظروف المجلس السابق تختلف كليا عن ظروف المجلس الحالي، وأنا واحد من الناس اللي كان عندي وكذا كذا لقاء بالمحطات والتلفزيون أن هناك كان تشكك من دستورية مرسوم الضرورة، ولكن لله الحمد اليوم طبعا بعد حكم المحكمة الدستورية، وإذا كنا نزعم باحترام الدستور فأن نلتزم في الدستور، وهناك كذلك مشاركين، إلا أن تجربة المقاطعة أفقدت مع الأسف، وكان هناك اجتهاد من أهل الكويت باختيار ما هو أفضل الموجود، ولكن في النهاية لم يحقق المجلس السابق طموح الشعب الكويتي، وهذه حقيقة، إلا أن الإخوان اجتهدوا بما طبعا تجود عليهم خبراتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم في العمل كنواب، إلا أن طبعا بعد الفترة القصيرة اللي هي تقريبا 6 شهور، أنا أعتقد اليوم لا يوجد سبب دستوري أو قانوني أو مبرر سياسي لمن سوف يقاطع هذه الانتخابات، إلا أن طبعا من يريد أن يخرج عن نطاق الدستور والحل الدستوري. يعني إذا كنا نزعم اليوم باحترام والمحكمة الدستورية، وكنا نزعم باحترام الدستور، إذا إحنا ما نحترم هذه الأحكام ولا نعمل فيها، ليش نلجأ لهذه المحكمة؟ وليش يعني في الأساس نقبل الحكم بهذه القضايا من خلال المحكمة الدستورية إذا كانت الأحكام في النهاية يعني ما راح تعجبني ولا راح طبعا ألتزم بهذه الأحكام؟ وفي الختام طبعا لا، نحن نقصد أن في ناس كثير كانوا مقاطعين وعادوا، طبعا يعني حضور هذول يعني الناس المقاطعين يعني كانوا مقاطعين أو كانوا لهم كل
المال له لأسبابه يعني. طبعا. يعني يمكن المقاطعين مش لسبب واحد، أكثر من سبب، لكن من عاد تعتقد أن عودتها ستكون قوية، عودتها ستكون أفضل أكثر أوفر في الوصول للمجلس؟ والله شوفي، هذا السؤال يوجه للشعب الكويتي من خلال صناديق الاقتراع، وأنا أعتقد البعض وأنا ما أقول البعض، الكل منهم اجتهد، وهذه حسب إمكاناته وقدراته، وفي النهاية من يحكم على من سوف يعود إلى هذه المقاعد ويكلف بمسؤولية يعني مسؤولية دستورية وشرعية من الشعب الكويتي من خلال صناديق الاقتراع هم الشعب الكويتي. والإجابة على سؤالك إن شاء الله راح تلاقينها عقب 27/9 من خلال هذه الصناديق ومن خلال إعادة من هم كانوا أو حققوا ثقة الشعب الكويتي بأداء مهماتهم في المجلس السابق. تقييمك لأداء المجلس السابق؟ أنا قلت لك بداية كلامي، يعني مجلس اجتهد فيه الجميع ويغلب عليه طبعا مجتهدين بالعمل السياسي، وكان يعني الفترة قصيرة جدا، وأن كان هناك فيه بعض المخضرمين. أنا أعتقد تجربة الصوت الواحد في أول مجلس وخاصة بفترة قصيرة لم تعطي طبعا النتيجة المرجوة للشعب الكويتي، ولم يحقق الطموح، والكل يعلم إعلاميا نتيجة طبعا المقاطعة ونتيجة الجانب الثاني المعارض. لم أنا أعتقد مجلس الصوت الواحد لم يأخذ فرصته الحقيقية من خلال مشاركة بنسبة حقيقية من الشعب الكويتي. لذلك أنا أعتقد يجب أن بعد إقرار أو بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد، يجب أن يعني اليوم لا نملك إلا أن نشارك جميعا ونعطي هذا القانون الفرصة الطبيعية ونحتكم إلى هذه المخرجات وهذا العمل. أما أن طبعا نتخندق ونبرئ الذمة بعدم المشاركة وتحميل المسؤولية من هم يشارك بهذه الانتخابات ترشيحا وانتخابا، أنا أعتقد من يقدم على المشاركة هو أدى دور الوطني وحمل المسؤولية بهذه الظروف السياسية الحساسة جدا، والظروف الإقليمية يعني أنا أعتقد مهمة جدا وانعكاساتها حتى على وضعنا السياسي المحلي. إلا أن طبعا من يقاطع ذلك إذا كان مقاطعته من قناعة وعدم قدرته إلى إصلاح الوضع ما هو عليه طبعا يحترم، ولكن أتمنى أن لا يكون هناك تحريض على المقاطعة، وأن يعطى هذا المجلس، وخاصة أن لا يملك اليوم من هو مقاطع أن يغير هذا الواقع السياسي. وشكرا، الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم. شكرا.